حنايا حاليا تنتواجدوا بمقر زوين سانتاغ، كاين واحد ليسباس ميديكال، سوية دي ميدسان هنايا اللي تطوعوا معنا بجهد الله لهاد الحملة التضامنية اللي سميناها حملة الشفاء الرحمة، واللي تتوازي حملة ديال لي كارافان اللي تنديروا للجبل. بديناهم من شهر 10 لدابا، دونك بحال تتشوف مجموعة ديال الناس اللي جاوا من مداشر ودواوير من النواحي ديال طنجة، تطوعوا معنا ما يقارب 11 طبيب، هاد 11 طبيب تطوعوا معنا لله بوغ دي كونسلطاسيون اي فوغ ميم دي شيرورجي، يعني عمليات جراحية إن شاء الله بحول الله لهاد الناس هادو، من مختلف الأعمار، من المناطق القروية اللي محتاجة المساعدة ديالنا والمساندة ديالنا لهاد الناس. دونك الحملة غادي تستمر عندنا هاد النهار، وطبعا الأسابيع المقبلة غتكون مراحل أخرى، لأن عندنا الناس بزاف، ويلاه بدينا بهاد 100 مستفيد مع 24 في هاد الشهرين اللي درنا لهم عملية جراحية. اليوم تنشاركوا في واحد العمل تطوعي مع الجمعية ديال يلا نتعاونوا، وجاتنا اون انفيتاسيون من هاد الجمعية، وحنا ونايتي تري كونطون باش نلبيو الدعوة ديالها. والهدف من هاد النهار هو اننا تنشوفوا ان ماكسيموم ديال لي باسيون، في الحالة ديالي بصفتي طبيبة الاطفال تنشوف الاطفال اللي تعانيو سوا من مشاكل دي بروبليم ايغو اللي يلا عاد بانو خصهم يتعالجوا في ساعتهم، ولا مشاكل كرونيك اللي مستمرين في الوقت وتيخصهم فحص وتشخيص تياخد شويه اكثر ديال الوقت. دونك الهدف ديال هذا اليوم هذا النهار هو نوجهوا هاد لي باسيون هاد الاطفال ونعاونوهم في العنايه بالصحه ديالهم. كنشكروا مبادره ديال جمعيه يلا نتعاونوا لانهم انضموا معنا هذا اليوم، يوم ديال الخير في سبيل الله، باش نشوفوا الناس اللي في القرى المجاوره لمدينه طنجه وندوزوا ليهم، وحتى الناس اللي كيحتاجوا للجراحه. كاين تطوع اطباء الجراحين اللي غيقوموا بهاد الجراحه في سبيل الله. دونك اليوم كاين بزاف ديال التخصصات، منهم تخصص ديالي، تخصص الجهاز الهضمي. شفنا مرضى عندهم امراض متعدده اللي قمنا بالتشخيص ديالهم. كاين المرضى اللي يحتاجوا المساعده في الدواء، دونك كنشكروا الناس اللي ساعدونا وتمكننا باش نوفروا لهاد الناس الادويه مجانيه، وكذلك الناس اللي كيحتاجوا جراحات، فكاين تدخل جراحي من طرف الاطباء الجراحين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.